طيب وانت الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله. شباب اللي حاب يشوف الكيوتي، دائما الناس بيسألوني كيف شكل الكيوتي. هذا هو الكيوتي، شايفينه كيف؟ هذا الكيوتي، شايفينه كيف واضح معاكم؟ هسه احنا عندنا كثير صالوا في ساوث كارولاينا الكيوتيز هذولا، شكله زي الثعلب او زي الكلب البري، زي الكلب بس بري. شايفينه كيف؟ شايف كيف بيطلع؟ شايفينهم كيف؟ لهم ريحة بشعة صراحة. هنا هسا اليوم هذول بيبيعوا الواحد ب $100. أو الحكومة عندنا، حكومة ساوث كارولاينا الآن حطت عندنا في المنطقة $75 على كل واحد بينصاد، لأنه صاروا يقتلوا الغزلان والحياة البرية يقتلوها. فصاروا حطوا اليوم جائزة $100 أو $75، في بعض المناطق حطوا $500 عشان كثروا كثير. فهالصايد تقريبا 20 واحد بدو يبيعهم من اليوم بفلوريدا أو ماخذها على فلوريدا هلا. إن شاء الله تكون الصورة واضحة، شايفين كيف شكله؟ هذا الكيوتي يا شباب، الكيوتي شايفينه كيف؟ هاي يا شباب اللي بيسألني دائما على الكيوتي كيف شكله، زي الكلب البري عندنا أو زي الكلاب البرية. كمان بيبي شكله مو بده يهجم على، طبعا هذول بيهجم على الخرفان وعلى البقر الصغير. انت كيف؟ الكيوتي شايفينه؟ شكله حلو. تم صغره. شكرا يا شباب، السلام عليكم.